السلام عليكم ورحمة الله. بيت للكل يخصص هذه الحلقة للوقوف على أبعاد العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة وسائر أنحاء البلاد وما خلفه حتى اللحظة من أثار نفسية وعاطفية ومعنوية، إلى جانب حجم الدمار الهائل الذي أصاب مجمل جوانب الحياة الفلسطينية. تمام زميلنا العزيز خالد سكر، الحقيقة يعني وأنا بستمع إلى خالد أنا مدركة تماماً كم الإحساس والانفعال الداخلي بداخله وهو موجود طبعاً في الأراضي الفلسطينية، وبيبقى صعب خصوصاً لأنه زميل عزيز وقريب وكان مفروض يبقى موجود والجميع يكونوا موجودين في القاهرة لتسجيل حلقة خاصة، لكن الأوضاع واضحة جداً عند حضراتكم. أكمل الحديث بعد زميلي العزيز خالد سكر وأقول أنه بالفعل الأثار الناتجة عن ما نشاهده على الأراضي الفلسطينية من جرائم حرب وجرائم بشعة بنشاهدها كل يوم ونتابع الأحداث منذ أيام كثيرة جدا، وأحداث الحقيقة يعني كلمة إزعاج بقت مش موجودة في القاموس بالنسبة للي احنا بنشوفه بشكل يومي. ما حدث وما مر به الشعب الفلسطيني كبير كبير جدا. يمكن برنامج بيت للكل كان عندنا يعني فرصة ان احنا نشاهد هذا الشعب عن قرب، نقترب منه ونزور أماكن فلسطينية كثيرة ونتعرف عن كثير من المآسي وكثير من المصاعب، مش بس أيام وليالي، لا سنين طويلة. وأنا متأكدة تماماً أن هناك أجيال كثير رحلت قبل أن تجد يعني النور أو قبل أن تجد شعاع من الأمان، وما تبقى من أجيال يحاول، ونحن معه بإذن الله بإذن الله في هذه القضية أن نرى جميعاً أي نور أو أمن وأمان لنكمل معاً القضية الفلسطينية. نعم بالتأكيد يا شافكي، حقيقة القضية الفلسطينية التي اليوم تشغل جميع مواقع التواصل الاجتماعي والعالم بأسرى لما يحدث من عمليات إجرامية كبيرة بحق الإنسان والفرد. نتابع ونشاهد عن كثب ما يحدث في فلسطين، نحاول من خلال أصواتنا من خلال شاشاتنا العربية بأن يصل صوت المواطن الفلسطيني إلى أبعد حدود. نشاهد مشاهد مرعبة للغاية، نحاول من خلالها أن يكون لنا موقف حقيقي مع القضية الفلسطينية الكبرى، ونحن مساندين حقيقة دولة وشعبا وقيادة في العراق مع القضية الفلسطينية التي تعتبر المفصل المهم لاستقرار الشرق الأوسط. هذه المدينة المباركة بكل مفاصلها، بأحجارها، بشوارعها، ببنيانها، بمواطنها الفلسطيني الصابر الصامد، ونحن أيضا نراهن بقضية كبرى بأن المواطن الفلسطيني المستمر بعطائه والمستمر بقتاله من أجل تحرير أراضي من دنس العدو الصهيوني الغاشم المحاول لاحتلال هذه المناطق الكبيرة والمحاول أيضا لتهجير أهالي فلسطين وأهالي غزة بالتحديد بمشهد آخر من محاولات التهجير والترويع والحصول على مكتسبات ليست له. إن شاء الله تعود فلسطين حاضرة عربية برجالها بنسائها بأهلها بقوة إن شاء الله في الأيام القادمة، وتعود فلسطين محررة بالكامل. أهلا بكم مشاهدينا. الصمود ودعم الصمود قضية، والشغل الشاغل والتفكير الذي يشغل بال الجميع، كيف لنا أن ندعم هذا الصمود على أرض غزة، وكيف لنا أن نوصل صوت الحق وصوت الحقيقة للعالم أجمع، لنقول بأن هذه الإبادة الجماعية وهذه المجازر وانتهاك حقوق الأطفال وانتهاك كل قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان، كل هذه المجازر هي منافية أولاً للأخلاق والأعراف الإنسانية، ومنافية لكافة الاتفاقيات الدولية، ومنافية وكاسرة أيضاً بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية. دعم الصمود هذا الشغل الشاغل لدينا جميعا كأمة عربية لنكون معهم، لكن من خلال الإعلام أيضا بإمكان الإعلام العربي أن يدعم هذا الصمود بإيصال القضية بصورتها الواقعية والحقيقية، وأنا أعتقد بأن الصورة واضحة أمام الجميع دون تزييف، هي مجازر وأيضا
كل هذه المجازر هي انتهاك لحقوق الإنسان وانتهاك للأعراف الدولية، وهي مجازر حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولأن التجربة أثبتت عقم سياسات الاحتلال الهادفة إلى تهجير الشباب وتفريغ الأرض من أهلها، دعونا في هذه الحلقة أن نضيء على نوايا الاحتلال الهادفة اقتلاع الفلسطيني من أرضه، وما هو المطلوب لدعم صموده وتحصين وعيه من الخطاب النقيض.